انا جد فرحان بهذا المنتزه الجديد اللي بدا المناسبه المجيده ديال المسيره. نعم يعني منتزه جميل جدا يعني وترفيهي للاطفال والكبار، وكنطلب واحد الطلب كبير من الساكنه ديال الفريبكا باش انها تكون عنايه بهذا المنتزه ديالنا، لانه شي حاجه مهمه لنا والاباء يصدقوا يرافقوا الابناء ديالهم، لان كاين وقت باش يحافظوا على هذا المنتزه هذا، لان كنشوف بان راه منتزه رائع ومهم بالنسبه للبلاد ديالنا حنا كمدينه الفريبكا، راه مهم اكثر. شكرا لك. شكرا. نحس على الشعور زوين قدامنا شي بلاصه في اللعبو في الفرحه في الشارع وحنا الاصدقاء. برافو. بلاصه زوينه فين نلعبو نجيو. شنو يعجبك في الحديقه هنا؟ بزاف ديال الحوايج فيها. اعطيني شنو هما هاد الحوايج؟ في اللعبو في الريحو. في الريحو عندكم تما الموسيقى. الموسيقى. الاطفال هنا كاين هنا وي مزيان. هادشي عجبني مزيان وكنشكر المنظمين ديال هاد لو سي بي اللي دار هذا المشروع بشراكه مع نعم مع الحديقه زوينه نشكرو، ولكن خاصكم تحافظوا عليها. لا خاصنا نحافظوا عليها. ودابا دوز شي رساله للاطفال باش يحافظوا. هاد الجرده خاصنا نحافظوا عليها وان شاء الله فيها، حيت هي الحاجه الوحيده اللي غادي نوجو نريحوا فيها. نظافه من الايمان. نظافه وزيد شنو اخر؟ نظافه من الايمان ان شاء الله فيها. شنو اخر؟ شنو اخر؟ الصوت راه تيتسمع. شنو اخر؟ بولانوار ياك؟ إلى الأحمر بولانوار ولا وطني؟ فريبكا إقليم؟ التطور اللي كان السباق على المشي. أيه. وكذلك اليوم حنا كساكنه ديال مدينه الكبيره لنا الشرف وكنسكن عندنا بثلاث حدائق في المدينه، شيء زوين زوين تعم على جميع الاحياء تكون قريبه منا. الحاجه اللي تنتمنى للساكنه ديال مدينه الكبيره هي المحافظه عليها. المحافظه عليها نعم. شكرا.